حكينا ان انا ممكن اي بروسيس لما باجي بدي اعملها ديريفيشن للدايناميك موديل تبعها راح يطلع معي عدد من الايكويشنز، والايكويشنز هدول راح ارمز لهم بالرمز ام اي. من وين بجيب هدول الايكويشنز؟ ايش المبادئ اللي بعتمدها حتى اطلع هدول الايكويشنز؟ ايش قلنا القوانين؟ conservation of mass, conservation of a component, و conservation of energy. وممكن كمان استعمل اذا كانوا applicable قوانين نيوتن وكي في ال وكي سي ال حسب الهاي، بشكل عام لاي بروسيس سواء كان بروسيس كنترول او other classical control راح يطلع معي عدد من الايكويشنز اللي هم differential equations اللي انا كتبتهم او static balance equations موجودين. راح يكون عندي كمان number of variables, number of process variables. Number of process variables راح نرمز لهم بالرمز N V. هلا إذا طرحت هدول التنين من بعض راح نطلع N V minus N E راح تعطيني N F و N F اللي هي number of degrees of freedom. كلمة degrees of freedom تستعمل في تطبيقات كثيرة، تستعمل بالإحصاء مثلاً، نستعملها بالروبوتكس مش هيك والميكانيكس في تطبيقات كثيرة. degrees of freedom كأنها بتقول لي عدد القرارات، كأنها عدد القرارات اللي أنت بإمكانك تتخذها، اللي مسموح لك أنك تتخذها. يعني مثلاً لو طلعنا على مثلث، كم degree of freedom عندي حتى أحدد مثلث أو حجم مثلث؟ عادةً رح يكون عندي 3 مظبوط، يا بحدد 3 اضلاع يا بحدد ضلع والزاويه بينهم. خلص اذا حددت هدول الثلاثه هذا تحدد مش هيك، وهذا تحدد وهذا تحدد. ايش كمان عندي؟ ممكن يكون عندي ضلع وضلع وزاويه قائمه مش هيك. هدول كلهم هون حالات بيبينوا لي بوضوح في عندي 3 degrees of freedom بالحاله هاي. ما بقدرش احدد 4 degrees of freedom، اذا حددت 3 منهم انتهى تحدد المثلث. فالdegrees of freedom اللي توفر عندي، او بروبوت اذا روبوت له 5 degrees of freedom ايش يعني؟ يعني بقدر احدد قيم 5 زوايا، اذا حددت قيم الخمس زوايا يونيك لتحدد البوزيشن تبع هذا الروبوت والبوزيشن تبع الاند افكتر. اذا عندي number of degrees of freedom هون بتعطيني فكره انه قديش انا عندي حريه. هلا اذا عندي number of degrees of freedom بتساوي 0 معناها عدد ال variables ال process variables بيساوي عدد ال equations. ف degrees of freedom عندي 0 معناها خلص واضح تحدد عدد المعادلات، وعدد ال process variables ال output variables اللي انا بدي اتحكم فيهم او ال process variables كلهم بيصيروا. ففي الحالة هاي اذا كان عندي nf بيساوي 0 معناها عندي 0 degrees of freedom، وكل ال variables بدهم يكونوا output variables. نعم؟ هلا بناخذ مثال، إذا هون بالحالة هاي all process variables will be output variables، و output variables يعني بتحدد عن طريق المعادلات. زي على فكرة simultaneous equations نفس الشيء، زي عندكم simultaneous equations كان عندكم عدد معادلات وعدد مجاهيل، إذا عدد معادلات مساوي لعدد مجاهيل بتقدر تطلع الـ variables كلهم هدول. إحنا هون output variable يعني الـ variable اللي أنا بقدر أحدده بقدر أطلع قيمته بالضبط. هلا في عندي مشكلة، إذا كان NV minus NE أكبر من 0 معناها number of degrees of freedom أكبر من 0، صفى عندي الـ process variables أكبر من الـ equations اللي موجودة. صفى اذا هدول البروسيس فاريبلز راح نقسمه لقسمين، قسم منهم مساوي لعدد الايكويشنز راح يكونوا بالحاله هاي الاوتبوتس، الاوتبوت بروسيس فاريبلز. اذا بالحاله هاي راح يكون عندي ان اي بروسيس فاريبلز ويل بي اوتبوت فاريبلز، بضل اطلع قيامهم من المعادلات لانه السيستم بالحاله هاي بنقول انه اندر سبيسيفايد. ما بقدر، هل بقدر اطلع كل المجاهيل بهاي العدد معادلات؟ اذا عندي 5 معادلات و7 بروسيس فاريبلز كم حل عندي؟ بقدر اطلع بالخمسه 5 فاريبلز، والفاريبلز الاثنين هذول بعطيهم اي قيمه بدي اياها arbitrary. فهاي المساله بنقول عنها اندر سبيسيفايد، فيها عدد هائل جدا من الحلول. فانا حتى تبطل المساله اندر سبيسيفايد شو بعمل؟ باخذ
خمسة من هدول الفاريبلز وبعتبرهم هم الاوتبوت فاريبلز اللي انا بدي اتحكم فيهم واطلعهم. طب والتنين التانيين هدول شو لازم اعمل فيهم؟ لازم يكونوا او manipulated variables او disturbance variables. اذا رح يكون عندي ان اي وان اف اللي هي degrees of freedom set number of variables as either manipulated variables او disturbance variables. يعني كانهم هم يدخلوا عندي من برا يكونوا معروفين. ففرضا اذا عندي عدد المعادلات خمسه، عدد البروسس فاريبلز سبعه، اذا خمسه من هدول البروسس فاريبلز بقدر اتحكم فيهم واطلعهم كاوتبوتس، ولازم اثنين منهم يا بيكونوا disturbance يا بيكونوا manipulated variables انا بدخلهم للسيستم فصاروا كانهم معروفين. اذا بنطلع على مثال، مثلا نرجع للبلندنج بروسس، اذا متذكرين البلندنج بروسس، البلندنج بروسس كان فيها تو بارامترز اعتبرناهم constant اللي هم الدنسيتي والفوليوم. مش اعتبرنا V constant، تذكرين البلدنج بروسيس، واعتبرنا رو constant. كان عندي 4 process variables اللي هم كانوا X1 الفيد اللي كان يجيني، الكومبوزيشن تبع الفيد اللي كان يجيني من هون. X2 انا كنت معتبره واحد فما في X2، فكان عندي X1 W1 W2، ولأنه الفوليوم كونستانت ما كانش في عندي شيء اسمه W، مش هيك؟ لأنه W هو عبارة عن W1 و W2، وكان عندي هون X. كم process variable عندي؟ X1 و W1 و W2 X 4. كم equation عندي؟ ما كانش عندي غير equation واحدة اللي هي لما كتبنا الإكويشن كانت عندي D رو V X of T أو X على DT كانت تساوي W1X1 أو X1W1 زائد W2 لأنه X2 اعتبرناها واحد ماينس W1 زائد W2 في X اللي هي W منها. رو V عندي كانت constant، رو و V constant، فعندي هاي المعادلة عمالة بتربط الأربع variables. ما بقدر أطلع أربع variables من معادلة واحدة، مظبوط؟ عدد الحلول هائل جدا. هاي المعادله بقدر استعملها حتى اثبت ثلاثه من هذول او احدد قيم ثلاثه من هذول واطلع الرابع. مين قررنا ان البروسيس فاريبل راح يكون الاوتبوت اكس؟ هلا كان ممكن اعمل شيء ثاني، كان ممكن اقرر انه دبليو 1 بدي اعتبره هو الاوتبوت اللي بحدده اللي بيطلع معي وهذوك الثانيين، بس احنا بالحاله هاي اكس 1. اذا هذول ايش لازم يصيروا؟ يا مانيبيوليتد يا ديستربنس فاريبلز. احنا اظن بالمثال قررنا انه احنا نتحكم بدبليو 2 مش هيك؟ فاحنا جينا قلنا في عندي 3 degrees of freedom، مظبوط؟ 4 ناقص 1، اذا number of degrees of freedom بتساوي 4 ناقص 1 3. الثلاثة هدول هلا حر انا فيهم ايش احدد؟ اخذ ثلاثة من ال variables. شو الثلاثة من ال variables بناخذهم؟ نعتبر انه W1 و X1 disturbance variables و W2 هي ال manipulated variables. وصارت اللوب الان عندي بتغيير الى W2 ايش بغير؟ X، لكن بواجهني disturbances هم X1 و W1. غير هيك اذا ما عملت هيك ما بقدر اكمل، ما بقدر احل. هلا هذا ما بواجهكم المشكله هاي لما يكون عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت، لانها واضحه مش هيك؟ في السيستمز اللي فيها سنجل انبوت سنجل اوتبوت لما تطلع ترانسفير فانكشن واضح عندك، بتقول ان هذول كلهم كونستنتس وهذول هم الانبوت فاريبل للبروسيس وهذا الاوتبوت فاريبل. لما يصير في عدد كبير جدا من هاي لازم اوقف قبل ما اكمل السيستم واطلع الترانسفير فانكشن او الموديل او ستيت سبيس موديل، اني اقرر ايش هم البارامترز، ايش البروسيس فاريبلز وايش الايكويشنز اللي موجوده عندي. هاي هذا هون بروسيس فاريبلز. ماشي، الكل واضح فاهم الهاي؟